بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي تلاميذ وتلميذات الصف الرابع الابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ اليوم معا أول درس من دروس القراءة، ألا وهو بساط الريح. أول فقرة من فقرات هذا الدرس أعزائي التلاميذ، أمنية بكر. بكر تلميذ ذكي واسع الاطلاع سريع الفهم. بكر يحب أن يكون مرشدا سياحيا مثل عمه مفيد. أهداه عمه كتابا صغيرا عن السياحة في مصر. نتناقش في هذه الفقرة أعزائي. الاطلاع ما معناها؟ نعم، معناها القراءة، معناها القراءة. سريع مضاد بطيء. ماذا تعرف عن بكار؟ أعرف عن بكار أنه تلميذ ذكي، أنه واسع الاطلاع، أنه سريع الفهم، أنه يحب أن يكون مرشدا سياحيا. وماذا يحب أن يكون؟ يحب أن يكون مرشدا سياحيا. وما كان عمل عمه؟ عمل عمه، عمه يعمل مرشدا سياحيا. وماذا أهدى لبكار؟ العم أهدى لبكار كتابا صغيرا عن السياحة. أنواع السياحة في مصر. قرأ فيه: مصر تجذب أفواجا من السائحين من جميع دول العالم، وهم يأتون إلى مصر لأغراض متعددة، فمنهم من يأتي لزيارة آثار مصر الخالدة ويعرف المعلومات ويجمع الصور، وهذه سياحة ثقافية. معنى كلمة تجذب، تجذب أنها تشد السائحين من كل مكان. ومعنى كلمة أفواج أنها مجموعة من الناس. الأفواج جمع والمفرد فوج، والفوج هو مجموعة من السائحين يتحركون ويسيرون معا. أغراض معناها أهداف، متعددة معناها أنها كثيرة ومتنوعة. آثار جمع أثر، أثر وأثر وأثر وأثر، مجموعة من الآثار. يأتي مضاد يذهب. ما المقصود بالسياحة الثقافية؟ إذن الكتاب الذي أعطاه عمه لبكار قرأ فيه هذا الكلام، قرأ فيه أن مصر تشد العديد من أفواج السائحين من جميع دول العالم، وهم يأتون لأغراض وأهداف متعددة، فمنهم من يأتي للسياحة الثقافية. ما المقصود بالسياحة الثقافية؟ هي أنه أن السائح يأتي لزيارة آثار مصر لكي يعرف عنها المعلومات ويجمع الصور ويعمل، يقوم بعمل أبحاث، يقوم بعمل ألبومات صور. المهم أنه يأتي لجمع المعلومات وجمع الصور وزيارة هذه الآثار. تلك هي السياحة الثقافية. ضع عنوانا آخر للفقرة. لو أردنا أن نضع عنوانا آخر للفقرة، هذه الفقرة تتحدث عن ماذا؟ نعم، ممتاز، إنها تتحدث عن السياحة الثقافية. الفقرة التالية أعزائي تابع أنواع السياحة، ومنهم من يأتي للنزهة والاستمتاع، وهذه سياحة ترفيهية، وبعضهم يأتي لزيارة المساجد والكنائس الأثرية، وهذه سياحة دينية. وهناك من يأتي للعلاج، وهذه سياحة علاجية. المساجد جمع مسجد، النزهة معناها المتعة والاستمتاع. ما هي السياحة؟ إذن السائحون يأتون إلى مصر لزيارة آثار مصر، منهم للسياحة الثقافية كما قلنا وتحدثنا، ومنها السياحة الترفيهية والسياحة الدينية والسياحة العلاجية. ما هي السياحة الترفيهية؟ السياحة الترفيهية أن السائح يأتي إلى مصر للاستمتاع والنزهة. وما هي السياحة الدينية؟ السياحة الدينية وأن السائح يأتي لزيارة المساجد والآثار الإسلامية، وكذلك زيارة الكنائس والآثار القبطية. ما هي السياحة العلاجية؟ السياحة العلاجية أنه يأتي هنا يزور مصر للعلاج. إذن فهناك العديد من أنواع السياحة، نوردها فيما يلي. أنواع السياحة: عندي سياحة ثقافية، عندي سياحة ترفيهية، عندي سياحة دينية، عندي سياحة علاجية. قيمة آثار مصر. يوم الجمعة الماضي ذهب بكار مع عمه مفيد، وشاهد السائحين يلتقطون بعض الصور التذكارية، فسأل عمه قائلا: لماذا يهتم السائحون بآثار مصر يا عمي؟ العم: إن آثار مصر لها قيمة تاريخية كبيرة يا بكار، والسائح يجد متعة في مشاهدة هذه الآثار الخالدة. كلمة شاهد معناها رأى، وكلمة كبيرة معناها مضاد صغيرة، وكلمة السائح مفرد والجمع سائحون. ماذا شاهد المناقشة؟ ماذا شاهد بكار؟ إذن شاهد بكار مجموعة من السائحين يلتقطون بعض الصور. رأى بكار مجموعة من السائحين يلتقطون بعض الصور. وماذا قال لعمه؟ قال لعمه، أو سأل عمه، قال: لماذا يهتم السائحون بآثار مصر؟ بكار مستغرب مندهش أن السائحون يقبلون على هذه الآثار ويفدون إليها من كل مكان ويهتمون بها. فسأل عمه وقال: لماذا يهتم السائحون بآثار مصر يا عم؟ السؤال: لماذا يهتم السائحون بآثار مصر؟ لماذا؟ أولا أن مصر
لها قيمة، آثار مصر لها قيمة تاريخية كبيرة. والسائح يأتي هنا، يأتي إلى هذه الآثار لأنه يريد المتعة ويريد مشاهدة هذه الآثار، أو قد يريد دراسة هذه الآثار وجمع المعلومات والصور عنها. الفقرة التالية أعزائي التلاميذ، فائدة السياحة لمصر. بكار، وماذا تستفيد بلادنا من السائحين؟ وماذا تستفيد بلادنا من السائحين؟ العم، يا بكار، السائح عندما يأتي إلى مصر يعرف آثار بلادنا، وينزل في فندق ويأكل في مطعم ويركب طائرة أو باخرة أو قطار أو سيارة، ويشتري التحف، أي أنه ينفق نقودا يستفيد منها اقتصاد بلدنا. وهناك الآلاف من الشباب يعملون في هذه الفنادق والمطاعم وفي وسائل المواصلات والتجارة والإرشاد السياحي، والواجب علينا جميعا أن نحسن معاملة السائحين وأن نرحب بهم. شاهد، أي رأى، كبيرة مضاد صغيرة، السائح مفرد السائحون. المناقشة، ماذا نستفيد من السياحة؟ وعندي كلمة التحف جمع والمفرد تحفة، وعندي كلمة وسائل جمع والمفرد وسيلة، السائحين جمع والمفرد سائح. ماذا نستفيد من السياحة؟ ماذا تستفيد مصرنا وماذا تستفيد بلادنا من السياحة؟ أولا، أن هذا السائح يأتي ويأكل في مطعم ويركب طائرة ويركب باخرة ويشتري التحف وينفق نقودا، هذه النقود احنا اقتصاد بلدنا بيستفيد منها، والآلاف من الشباب يعملون في مجال السياحة، حيث يعمل بعض الشباب في الفنادق، يعمل البعض في المطاعم، يعمل في وسائل المواصلات، في التجارة، في الإرشاد السياحي. إذن فإن السياحة تزيد من الدخل القومي لأنها تأتي بعملة أجنبية إلى بلدنا. وما واجبنا نحو السائحين؟ الواجب علينا جميعا نحو السائحين معاملة السائحين معاملة حسنة، وأن نرحب بهم وأن نكرم ضيافتهم. الفقرة التالية أعزائي التلاميذ، رجع بكار إلى بيته بعد أن شكر عمه، ثم قال في نفسه: ليت لي جناحان أطير بهما في السماء، أو ليتني أملك بساط الريح حتى أشاهد كل معالم مصر السياحية. أغمض بكار عينيه وتخيل نفسه جالسا فوق بساط الريح وقد ارتفع محلقا في السماء، فأين ذهب؟ رجع، معناها عاد، بعد مضاد قبل، معالم جمع معلم، والمعلم هو المكان الشهير الذي يضم مجموعة من الآثار، معلم المفرد والجمع معالم. نخلي بالنا أعزائي التلاميذ من هذه الكلمة لأنها سوف تتكرر كثيرا في دروس مقبلة. يحلق معناها يطير، محلقا أي طائرا إلى السماء. ماذا تمنى بكار؟ بكار تمنى أن يكون له جناحان حيث ليطير بهما في السماء، أو تمنى أيضا أن يملك بساط الريح حتى يركب على بساط الريح ويجوب به مدن مصر حتى يشاهد كل معالم مصر السياحية. ماذا تخيل بكار؟ تخيل نفسه جالسا فوق بساط الريح وقد ارتفع محلقا في السماء. هو نام كده وغمض عينيه وتخيل ان هو ركب بساط الريح، وبساط الريح لف بيه بقى، يلف يمر به على الاسكندريه وعلى الاقصر وعلى باقي المدن السياحيه في مصر. تخيل انك كنت مكان بكار، ماذا تتمنى؟ تعال معي نفكر عزيز التلميذ هذا السؤال لكي ينمي خيالك. تخيل كده مع نفسك انك انت مكان بكار، ماذا كنت تتمنى؟ نترك هذا السؤال لكي تجيبه أنت. كنت من الممكن أن تتمنى أن تذهب إلى هذه المدن السياحية، أن تكون مرشدا سياحيا، أن تكون سائحا يجوب هذه المدن ويشاهد هذه الآثار ويستمتع بها. إذن فهناك العديد من الإجابات التي يمكن أن تقدمها هنا، أما أنت فعليك أن تقدم العديد من الإجابات. فأنت تتخيل أنك مكان بكار، ماذا كنت أن تتمنى؟ قال الله تعالى: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وهذه الآية في سورة يوسف الآية رقم 99، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، حيث أن مصر هي بلاد الأمن والأمان. ادخلوا مصر، هذا الأسلوب أسلوب ماذا؟ أسلوب أمر، نهي، استفهام، تعجب. أولا عندي كلمة ادخلوا هو فعل الأمر، إذن فهو أسلوب أمر. كلمات الجديدة: الأفواج، الجماعات من الناس ومفردها فوج. الاطلاع معناها القراءة. تجذب معناها تشد. معالم معناها معالم جمع معلم، وهو المكان الشهير الذي يضم مجموعة من الآثار. النزهة معناها المتعة والاستمتاع. كيف أو خلاصة الدرس أعزائي التلاميذ، أن بكار يحب أن يكون، ماذا يحب أن يكون بكار؟ ممتاز ممتاز، ما تترددش، أنا سامعك ما تترددش. بكار يحب أن يكون مرشدا سياحيا.
هناك سياحة ترفيهية وعلاجية وسياحة علاجية وسياحة دينية وسياحة ثقافية. بكار يحلم أن يشاهد جميع المعالم السياحية. اقتصاد بلدنا يستفيد من السياحة، آثارنا لها قيمة تاريخية عظيمة، ولذلك يأتي السياح إلى بلادنا لمشاهدة هذه الآثار. كيف يأتي السؤال في الاختبارات أعزائي التلاميذ في هذا الدرس؟ قد يأتي سؤال كالآتي، أجب عما يأتي. ضع عنوانا آخر للدرس، عنوان الدرس بساط الريح. نقدر نحط له عنوان تاني زيادة؟ نقدر نحط له عنوان وعنوان واثنين وثلاثة. فكر فكر معي. ممتاز، السياحة في مصر وممكن قيمة آثارنا. لماذا يأتي السياح إلى مصر؟ لماذا؟ هذا السؤال مهم جدا ويتكرر كثيرا أعزائي التلاميذ. لماذا يأتي السياح إلى مصر؟ ممتاز، يأتي السياح إلى مصر لزيارة آثارنا ودراستها، أو زيارة المساجد والكنائس، أو النزهة والاستمتاع والعلاج. يبقى يأتي السياح لزيارة آثار مصر ودراستها، أو زيارة المساجد والكنائس، أو النزهة والاستمتاع، أو يأتون للعلاج. ما أهمية السياحة لمصر؟ ما أهمية السياحة لمصر؟ يستفيد منها اقتصاد بلدنا وتزيد من الدخل القومي، كما قلنا أنها تزيد فرص العمل، والسائح يأتي إلينا بعملة أجنبية فيستفيد منها اقتصاد بلدنا وتزيد من الدخل القومي. اذكر صفات بكر موضحا ما أعجبك فيها. ممتاز، أنت كل منكم يتمنى أن يكون مثل بكر، إنه تلميذ ذكي واسع الاطلاع سريع الفهم. وأعجبني أنه واسع الاطلاع لأنه يذهب إلى المدرسة، يذهب إلى المكتبة ويقرأ كثيرا. سؤال آخر قد يأتي في هذه مثل هذه في هذه الدروس، اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس. مرادف كلمة يجذب، هل هي يفهم ولا؟ ممتاز، يفهم، يشد، يستمع. ممتاز، مرادف كلمة يجذب، يشد. مفرد كلمة الحضارات، هل هي الحضارة، هل هي الحضارتان، هل هي الحظيرة؟ ممتاز، إنها الحضارة لأنها مفرد. مضاد كلمة سريع، قطار سريع، سيارة سريعة. عكسها لاعب سريع، عكسه لاعب قريب أم بعيد أم بطيء. ممتاز، إنها كلمة بطيء. أحسن، تبارك الله فيكم جميعا. جمع كلمة مطعم، 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 مطعم واحد. لو مجموعة من المطاعم، مطعم ومطعم ومطعم ومطعم، إذن فهي مجموعة من، ممتاز، مجموعة من المطاعم. أنا قلتها قبل ما أنتوا تقولوها. ممتاز، مجموعة من المطاعم. رتب الجمل التالية كما وردت في الدرس. هذه بعض الجمل وردت في الدرس ولكنها غير مرتبة. ليت لي جناحين أطير بهما في السماء. لماذا يهتم السائحون بآثار مصر؟ بكار يحب أن يكون مرشدا سياحيا. آثار مصر لها قيمة تاريخية. هذه أفكار وردت في الدرس ولكنها غير مرتبة. تعالوا معا أعزائي التلاميذ لكي نقوم بترتيبها الترتيب الصحيح. بكار يحب أن يكون مرشدا سياحيا، هذه أول فكرة. آثار مصر لها قيمة تاريخية عظيمة وكبيرة، هذه الفكرة الثانية. لماذا يهتم السائحون بآثار مصر؟ فكرة ثالثة. الرابعة، آخر فكرة أو آخر شيء تمناها بكار، أن يكون له جناحان يطير بهما في السماء. إلى هنا أعزائي التلاميذ نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع نفهم نتعلم ببساطة.